حبايبي وياكم الست ورود من مدرسة تنمية الإبداع، وإن شاء الله حنبدي درسنا اليوم Unit 5 Lesson 2. أوكي، موضوع الدرس Are you healthy؟ Are you healthy؟ Are you healthy؟ هل أنت صحي؟ يعني شنو هل أنت صحي؟ يعني يجي ببالي مثلاً أنت صحي عن الأشياء والعادات الصحية اللي نسويها، أوكي؟ فخلونا نستمع أول شيء فتشي تسجيل اللي هو اللي موجود عندكم بالصورة، خلنا نسمع. Are you healthy? Do you wash? Yes, I do. Do you sleep? Yes, I do. Do you eat healthy food? No, I don't. Do you brush your teeth? No. I don't. Do you exercise? No, I don't. Okay, the last one. Do you play with your friends? Yes, I do. زين. فاحنا في البداية بس سمعنا ما عرفنا أي شيء أو عن شنو دي يحكي الموضوع. فأول وحدة اللي هي معناها Do you wash? Yes, I do. تتغسل إيدك أو ربما الwash إيدك أو الوجه أيضاً Do you wash? Do you sleep? تنام? Yes, I do. تنام أو تأخذ قسط من النوم? Yes, I do. نعم أنا أفعل. Do you eat healthy food? أنت تأكل الطعام الصحي؟ No, I don't. لا ما أكل الطعام الصحي. Do you brush your teeth? أنت تفرج أسنانك? No, I don't. لا ما أفرج. Do you exercise? No, I don't. تسوي التمارين الرياضية? لا أنا لا أفعل. Do you play with your friends? أنت تلعب ويا أصدقائك? Yes. I do. نعم أنا أفعل. أوكي يا حبائي، إذن هاي هنا أنا أقف السؤال كان على السؤال والجواب. أنا حستعين بأحد الطلبة على مود يسهل لي هاي المهمة للسؤال والجواب. السلام عليكم. فاللي أنا راح أبدي أجيب أسئلة وأجوبة. Do you wash? Yes, I do. Do you sleep? Yes, I do. زين شو معنى do you sleep؟ هل تنام؟ Yes. زين do you wash؟ يعني تغسل. زين do you eat healthy food؟ Yes, I do. Okay. يعني هل تأكل الطعام الصحي؟ فقالت إنه yes I do. Do you brush your teeth؟ Yes, I do. معناها هل تفرج أسنانك؟ و قلنا yes I do معناها نعم أنا أفعل. No I don't أنا لا أفعل. Do you exercise? No I don't. تسوي أنت التمارين الرياضية؟ قالت إنه No I don't. Do you play with your friends? Yes I do. هل تلعب مع الأصدقاء؟ نعم أنا ألعب وأنا أفعل. فأريد من عندكم أحبائي تسووا لي سؤال وجواب، سؤال وجواب، فأني حسأل وأنتوا تجاوبون أو بالعكس ربما أنا أجاوب أنت تسأل. يلا كنا سوية. Do you sleep? Okay. Yes, I do. Do you wash? أحسنتم. Do you eat healthy food? اوكي يعني parts of you جزء من عندكم قال yes I do نعم انا افعل والبارت الثاني no I don't. Do you brush your teeth? Okay, yes I do. All of you very good. Do you play with your friends?
Yes, I do. Okay, thank you so much. Okay, حبايبي، فهسا الموضوع الثاني اللي عندنا همتين طبعا هو lesson 2، نفس الشيء يعني بنفس الها بس نقلب الصفحة إن شاء الله. ف read and do. Read and do معناها اقرأ وسوي، يعني أنت من تقرأ سوي وياي. انتبهوا على أن هذا حدث حيكون جدا مشيق لكم، وأريد من عندكم أيضا تسووا التمارين الرياضية، ومن تسووا التمارين يعني أتمنى أنه تحجوها باللغة الإنجليزية لو سمحتوا. فعندنا أول وحدة تويست. تويست، انظروا إلى صورة هذه الصورة الأولى للرابط قدامنا. تويست، دوران. تويست، دوران. Again, تويست، دوران. Now, repeat after me. عيدوها ورايا. تويست، 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 دوران، دوران. بند، 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 انحناء. بند، انحناء. رجاء كرروها ورايا. Repeat after me. بند، أحسنتم. هوب، 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 يقفز، يقفز، ولكن القفزة مو كلش يعني طويلة. هوب، عيدوها ورايا. Repeat after me. هوب. Thank you. Jump، هاي القفزة العالية. Jump، jump، يقفز. Jump، يقفز. Okay. هنا أنا منطيكم look and say and do. Look، say and do. معناها انظر، قل، وسوي اللي قدامك. أنا اللي أريده من عندكم، أنا عندكم exercise plan. Exercise plan for exercise plan. وهذا قدامكم الانيمال اللي دي يسوي لنا اياها، نفس الشيء. شلون هسه هاي بالصوره اللي فوق اللي يسويها، اريد نفس الحركات تسووا ليها، ولكن من احد يقول لكم دوران انتم شو تقولون؟ تويست، تويست، تويست. بند، 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 بند. هوب، 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 هوب. جام، 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 جام. مثلا يلا يا احمد سوينا فور تويست. فتويست دوران، تويست دوران، تويست دوران، تويست دوران. بند، ثري بند. بند ينحني، بند ينحني، بند ينحني. تو هوب، هوب يقفز، هوب يقفز. جامب، هم يقفز ولكن القفزة العالية، أريدها ثري. جامب، يقفز، جامب، يقفز، جامب، يقفز. اوكي، فتويست، بند، هوب. تويست، بند، هوب، جامب. تويست، بند، هوب، جامب. جامب، هوب، بند، تويست. اوكي، اريد ترددوها وتسووها وتراوني ابداعاتكم يا حلوين، وتسووا لي اتفد اكسرسايز بلان اللي هو على البند. بند ينحني، بند ينحني. تويست الدوران، هوب القفز او يقفز ولكن القفزة مو كلش عالية. جامب هي القفزة العالية. شكرا لحسن الاستماع، وياكم كانت الست ورود عباس من مركز تنمية الإبداع. نلتقيكم إن شاء الله بدرس جديد. مشكورين حبايبي.